الحقيقة أعظم ما تملكه مصر هي القوة الناعمة، وهي الهوية الثقافية. الهوية الثقافية هي من القوة الناعمة اللي تمتلكه مصر، والهوية والثقافة هي أحد الأعمدة لبناء أي أمة. لكن دايما بنبتدي ببناء أي أمة بالأطفال، لأن هم الأساس. عشان كده في مبادرات كتيرة جدا موجهة للأطفال، زي المبادرة اللي هنتكلم عليها النهاردة، مبادرة تراثنا والأجيال لربط أطفال الإسكندرية بالهوية الثقافية. هنعرف أكتر عن المبادرة وليه بالبداية من الإسكندرية. معنا النهاردة مؤسسين هذه المبادرة، معنا الأستاذة سماح خير الدين، مؤسسة مبادرة تراثنا والأجيال. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ومعانا الأستاذ حازم العطار، مؤسس مبادرة تراثنا والأجيال. أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. مين عايز أعرف البداية، جت أنت تأسيس المبادرة ديت، وكانت من إمتى يعني بدايتها، كانت سنة كام بالضبط؟ 2022 بدأنا نشتغل أنا ومستر حازم عطار في أكتر من بروجكت خاص بالأطفال والتراث. وبعد ما اشتغلنا وعملنا أكتر بروجكت ناجح، لأن الموضوع فيه إقبال، قررنا نحولها لمبادرة رسمية ويبقى أي شغل لينا تحت اسم المبادرة. كان أستاذ حازم، كان إيه الهدف منها؟ يعني لما أنتوا قلتوا هتعملوا المبادرة دي، كان إيه الهدف منها أساسا؟ احنا في بداية الشغل مع أستاذ سماح كان يعني لقينا الاطفال متجاوبه اكتر مع الازياء التراثيه اللي بتتلبس، يعني بيسالوا مين الشخصيه ديت او اللبس دوت في انهي فتره زمنيه او في انهي عصر. فجت لقيت حاجه ان الاطفال بيربطها اكتر او تبقى عايزه تعرف الهويه الثقافيه من خلال الازياء بالزبط. اكتر حاجه فهم بداوا يسالوا، يعني طب انا مثلا لو احنا بنعمل حاجه عن العصر الفرعوني، فبيسالوا طب هو مين اللي كان الملك اللي كان بيبقى لابس اللبس ده، او مين مثلا شخصيه زي الشخصيات اليونانيه والاغريقيه المعروفه. فمن هنا جت الفكرة بقى ان احنا نوثق الموضوع بشكل افضل وبشكل احسن يعني. فبدأنا نشتغل بقى على المبادرة بشكل فعلي، وبدأنا نخش في موضوع صناعة الافلام. طب ليه انا مربوطش الافلام بالتراث بالتاريخ بالازياء، بما ان الاطفال نفسها بدأت تسأل على الجزئية دي كمان بأخص يعني. والبدايه كانت في الاسكندريه. صح، اسكندريه. عشان انتوا من اسكندريه ولا ايه؟ الاطفال هناك يعني مغرمين بان هم يعرفوا الازياء، الفن هنا ايه؟ مغرمين بالفن يعني. هو خلينا واقعيين، الجيل الجديد ده مش عايز معلومه، يعني مش عايز يديله معلومه في درس ولا في محاضره ولا في بروجكت عملي. الجيل ده عايز معلومه في حاجه بيحبها، فهم بيحبوا يلبسوا ازياء ويتصوروا ويعملوا فاشن شو ويعملوا سيشن تصوير. فهو ده، دي الفكره جت من هنا، ان الولاد حابين المجال ده قوي وحابين يظهروا كفنانين وكده، بس بيحبوا المعلومات قوي. قوي ان احنا نعرفهم بقى معلومات في بطريقه فهم بياخدوا المعلومات. فهم مثلا بيصور مثلا زي اسلامي ومعاه مثلا سلاح، فبيسال طب السلاح ده ليه، طب ليه الخوذه دي انا لابس، طب ليه يمن لابس، ليه يزن لابس حاجه ثانيه، طب انا الفرق بيني وبينه. فبدا ان الولاد فعلا مهتمين، ولكن ياخدوا المعلومه في قالب يعني خفيف ولطيف كده، حاجه هم بيحبوها، مش معلومه بحته يعني. صحيح. وهيحبوا يسمعوا اكتر. يعني انا مش حد اكاديمي ولا صحيح. تاريخي بحث اطلاقا، انا مصممه ازياء، بحب الفن وبحب الازياء وبحب الاطفال، يعني شغلي كله مع الاطفال من سنين. فانا لقيت ان هم مرتبطين بيا انا شخصيا ومرتبطين بالازياء، فحولنا ده ان احنا نقدر نحوله لحاجه فيها ذات قيمه وبتضيف للولاد، وفي نفس الوقت هم مبسوطين وبتصوروا سيشن كويس وبنعمل فاشن شو كويس، فالموضوع كله بيكمل بعض. صحيح. البدايه كانت محافظه الاسكندريه، في نيه بقى ان احنا نروح محافظات ثانيه ولا احنا لا؟ طبعا هي المبادره هدفها مش اطفال اسكندريه بس، يعني هو احنا بدانا من اسكندريه بما اننا في اسكندريه، وكمان اسكندريه هي مدينه كوزموبوليتانيه يعني، او بالمعنى الاوضح اكتر هي متعدده الجنسيات، مر عليها ثقافات كتيره جدا وديانات كتيره جدا. فهي كانت اكتر مدينه بالنسبه لنا فيها تفاصيل نقدر نشتغل عليها كتير يعني. بس احنا في اكتر من بروجكت شغالين يعني، احنا في بلان كامله حاطينها، احنا ان شاء الله يعني هنلف مصر كلها. وحاليا في بروجكت بنحضره دلوقتي في محافظه مطروح، وعن موقع مهمه جدا حصلت هناك، يعني مش هنخش في تفاصيلها كتير. يعني بتمثلوا الحاجات، يعني هو الاطفال بتيجي تمثل الموقع دي مثلا بلبسها بكل حاجه، هم بيمثلوها. صح بالظبط يعني. زي تمثيليه هم بيقوموا بيها. بالظبط كده. بالظبط. احنا بنوصل لهم الفكره، يعني احنا مثلا لو هنتكلم عن الاول فيلم عملناه كان حاجه معينه، الفيلم الثاني كان بطريقه معينه، الفيلم الثالث ان شاء الله احنا بنجهز له حاليا دلوقتي فكره تانية خالص ومختلفه خالص. عملتوا افلام عن ايه مثلا؟ عايز اعرف افلام عن ايه. عملنا الهروب الى الماضي، ده كان يعني توثيق اماكن اثريه في اسكندريه، اكتر من مكان اثريين، وفي منهم حاجات اندثرت يعني قبل يعني لحقنا نصور فيهم. احنا بنعمل ايه، بنوثق المكان بنصوره. زي ايه المكان اللي اندثر اللي اتوثق؟ زي الانطونيادس.
اتجددت فتغيرت معظم ملامحها. يعني احنا اخر ناس صورنا تقريبا في انطونيادس، فاحنا حديقه الانطونيادس صورنا فيها في حديقه الموسيقى والتماثيل الموجوده هناك، احنا صورنا التماثيل دي كلها في خيال، كل تمثال يتمثل بطفل بنفس ازيائه بنفس فكرته، مع عرض كده استعراضي مع قصه عن تاريخ اسكندريه. يعني في فويس اوفر شغال طول العرض الفيلم بيحكي كل مكان، بيحكي كل تاريخه من بدايته واللي حصل فيه والحاجات المهمه اللي دارت على زمن اسكندريه من خلال فويس اوفر وتوثيق للمكان كتصوير مكان نفسه الاثري من خلال الازياء اللي بيلبسها الاطفال. فاحنا بنربط التوثيق قوي مع بعض. هم عرفوا كل المعلومات من حاجه فعلا هم حبينها عملوها بايديهم، هم نفسهم اللي عملوها يعني. وهتركز يعني كتير قوي المعلومات يعرفوها في كتب فبيمتحنوا فيها وخلاص المعلومه بتخلص. لكن احنا بنثبت المعلومه بحاجه هم بيعملوها بنفسهم. وفي نفس الوقت الاطفال اللي بيتفرجوا على الفيلم اللي احنا عاملينه او الميوزك فيديو اللي احنا عاملينه هو برده بيعلم معاهم، لان هم بيشوفوا اطفال زيهم ممكن يكونوا اصحابهم او قرايبهم او حتى اطفال ما يعرفهمش، بس هم بيشوفوهم بيعملوا ده وبيشوفوا الازياء فبيبداوا كمان هم المعلومه بتثبت. يعني بتبداي المعلومه الراسل والمستقبل الاثنين ثبت عندهم. فمهما عدى وقت عكس ما تكون معلومه خدوها فعلا في حصه في مدرسه. طب يا استاذ حازم عمل الافلام دي كمان يعني متعبه، عايز اعرف الافلام دي عشان تتعمل ايه التحديات اللي قابلتكم مثلا؟ لا كتير. زي ايه؟ اختيار الاطفال في حد ذاته برضه عشان نختار الشخصيات اللي احنا من تقدر يعني نسكنها في الادوار اللي احنا بنختارها. الاماكن اللي احنا بنصور فيها تمام، معاناه التصوير اللي احنا بنعملها يعني، ولو في مكان عايز تصاريح بقى تصاريح. لا دي قصه ثانيه خالص. احنا كمان بنشتغل انتاج ذاتي، يعني احنا ما فيش اي دعم خالص، فده كمان مجهد جدا. الفيلم مثلا عشان يطلع بالصوره المتكامله اللي احنا متخيلينها بياخد تقريبا سنه ما بين تحضيرات وشغل يعني البروجكت كله. يعني ده جهد ذاتي، ايه رجع الصدى عليكم؟ يعني ايه الفايده؟ انتوا ايه اللي بسطكم في الموضوع؟ اولا الشغف، حبنا للحاجه اللي احنا بنعملها. ثانيا اللي احنا بنشوفه من محاولات ان احنا زي ما بيقولوا طمس الهويه. فهو طب انا ليه دلوقتي في ظل اللي بيحصل دلوقتي والاطفال اصلا بتحب تعمل فيديوهات وتقلد شخصيات ثانيه، طب انا بحوفر لكم ده بالشكل الافضل وحاجه انتوا بتحبوها كصناعه فيديو او صناعه محتوى انتوا بتحبوه بس بمعلومه، وانتم كمان كاطفال بتسالوا، فانا خلاص انا هوفر لكم ده بشكل افضل. والله رائع. بقى ان في حد يعني همه الهويه الثقافيه ما تندثرش، همه ان الاطفال تعرف ايه هويتنا ويربطوا يعني يرتبطوا بيها، فده مهم جدا. فيعني يكون ناس شغاله كمجتمع مدني، انتم كمجتمع مدني تبقوا شغالين على الاطفال كده، تبقى همكم الاطفال في حد ذاتها ده جميل جدا. طب ما فيش مثلا يعني اي مؤسسات دوله حاولتوا تتواصلوا معاها بحيث يبقى في دعم منهم، يبقى في انتاج للافلام دي مثلا، او احنا تعاون باي شكل؟ تعاوننا مع وزاره السياحه والاثار ووزاره الثقافه، بس كان الدعم اللي تقدم لنا ان احنا يدوا لنا مكان يعني مساحه ان احنا موافقات نعرض شغلنا جوه هيئات رسميه. يعني وزاره السياحه والاثار عرضنا في المتحف القومي، عرضنا في المتحف في المجوهرات، عرضنا عملنا فاشون شو في المتحف اليوناني. هو ده نوع الدعم الوحيد اللي احنا اخذناه، ان هم بيدونا موافقات ان احنا نعرض في مكان طبعا ليه اسمه وليه ثقله، فاحنا كده بشغلنا كمان بيبقى له اسمه ثقله انه بيتعرض في مكان رسمي. يعني لما نعمل احنا فاشون شو في مكان خاص نحجز مكان او كده، لا هم بيعرضوا لنا ده عندهم. ده الدعم اللي احنا اخذناه، وده حقيقي. يعني ان طبعا شغلنا لما اتعرض في اماكن زي دي اتشاف اكتر واسمنا اتعرف اكتر يعني، بس يعني وبدات المبادره تطلع للنور زي ما بيقول. تمام، نطلع كده الفاصل عند سفراء المتحف، نشوف هذا الفاصل ونرجع ونستكمل. خليكم معانا. الحقيقه السفراء المتحف اللي احنا شفناه دلوقتي هو من الافلام اللي تم انتاجها بقياده يعني مؤسسين هذه المبادره. ايه كمان الفعاليات الاخرى غير الافلام؟ عروض ازياء. عروض ازياء تراثيه، عملنا عرض ازياء يوناني روماني بما انها من الحضارات اللي كانت مرت على اسكندريه فتره طويله قوي في المتحف اليوناني الروماني في اسكندريه، عملنا عرض ازياء وكان ليه صدى كويس قوي. عملنا في اليوم العالمي للتراث في المتحف القومي يعني زي فاشون شو كده مبسط للملابس التراثيه المصريه، شامله بقى الصعيدي والنوبي والاسكندراني وكل والفرعوني وكل الازياء التراث المصري، وكان عملنا زي سيشن كده يومها، وكان في شخصيات هامه من يعني اكثر من قنصل وكده كانوا اولاد في استقبالهم بالازياء اللي في يوم العالمي للتراث. وفي ايه تاني حاجه؟
وكان في في المركز الروسي برضو، كان برضو في فعاليه في المركز الروسي، وكان في فاشن شو كان قبلها. ده لطيف حتى ان احنا نربط ما بين بقى ثقافتنا وثقافه الاخر، يعني لو اي سفاره من السفارات كمان عملوا احتفاليه وقدمنا بقى اطفالنا وهم بيقدموا الهويه الثقافيه الخاصه بينا عندهم، فاحنا بنعرفهم احنا مين. وده فعلا حصل، يعني ده اللي حصل مع القنصليه الايطاليه. كان عاملين القنصل الايطالي كان عاملين، كان في ايفنت مهم جدا، القنصليه الايطاليه بتعاون مع المتحف الروماني، كان الولاد بتوعنا في جزء لابس ايطالي وجزء لابس مصري، فدي كانت من الحاجات القويه قوي. وكان في برضه القنصليه الصينيه كان في المتحف القومي، كانوا عاملين فعاليه اسمها يوم صيني مصري، وعاملين العلم حتى الصين معلم مصر مرتبطين، كان ربط التراث المصري بالصيني، والفعاليات اللي تمت بيننا وبين دوله الصين كان احنا برضه عاملين جزء اولاد لابسين لبس الصيني التراثي ولبس المصري، وكان القنصل الصيني موجود وابدا اعجبه جدا بالازياء الصينيه. فده ده الحاجات اللي احنا بنعملها، يعني احنا بنعمل الازياء مش بس التراث المصري، احنا بنربط التراث اي تراث مش مصري ما دام هو ليه قنصليه عندنا وليه فعاليات، فاحنا لازم يكون في تعاون بيننا وبينهم. واكيد بعد شويه هيبقى في بقى دعوات من الخارج كمان، يعني متوقعه كده ان هيبقى في دعوات من الخارج بقى عشان تيجوا تعرضوا الهويه الثقافيه المصريه مع الهويه الخاصه بيهم، فيبقى في تعارف ما بينهم. وهو ده الهدف برضو، يعني هو احنا الاساس المبادره احنا بنعرف اطفالنا، وهي المبادره مش للاطفال بس، يعني احنا بنخاطب الاطفال من سن 5 سنين لحد 16 سنه، اطفال والشباب الناشئ كمان. والحقيقه احنا معانا عروض كمان لاشخاص انتم ملبسينهم ازياء مختلفه. ده كان العرض الملكي، كان في متحف المجوهرات الملكيه بمناسبه مرور 100 عام على انشاء متحف الجواهرات الملكيه في اسكندريه وتحويله من قصر الى متحف رسمي. كنا عاملين عرض ازياء ملكي، عملت فيه ازياء الاسر العلويه والملكيه، الملك فؤاد والملك فاروق والاميره فوزيه وكل الاسر الملكيه، عملت شخص الازياء بتاعتهم، والاطفال اتدربوا على ازاي يعملوا عرض ازياء ملكي، وتعرض جوه ساحه المتحف المجوهرات، وكان برضه شخصيات مهمه جدا، وبرضه الحمد لله عمل صدى كويس واتكتب عنه في اكتر من جريده واكتر من خبر صحفي يعني. طب استاذ حازم بقى، ايه اللي انتم ناويين عليه في المبادره القادمه؟ يعني ايه بقى الزيادات اللي انتم ناويين تقدموا عليها؟ هو احنا الهدف بالنسبه لنا ان يعني التواصل المجتمعي بشكل عام. احنا في بلان كامله زي ما قلت لحضرتك، ان احنا ان شاء الله هنلف مصر كلها بكل تفاصيلها في كل محافظاتها، وده اللي احنا بنشتغل عليه حاليا. مش زي بقى الخاص بكل محافظه كمان. بكل محافظه، يعني احنا البروجكت الجاي اللي احنا بنجهز له حاليا في محافظه مطروح. فمحافظه مطروح في تفاصيل كتير جدا جدا في في في, في, في الازياء، في في في, في اللهجه، اللكنه نفسها اللي بيتكلموا بيها. انتوا بتعلموهم كمان يتكلموا اللهجه الخاصه بكل محافظه؟ احيانا مثلا اسكندريه بيبقى في بورسعيديه والموضوع محتاج، يعني لو العمل الفني محتاج انهم يتكلموا طبعا اكيد بيتدربوا مع، بيبقى معانا مدربات اصلا تمثيل والقاء متخصصه معانا في المبادره، فهي بتقوم بده. لكن لو حاجه عرض ازياء او حاجه صامته بيتدربوا بقى على عرض الازياء، على التمثيل، على الحاجه اللي هم بيعملوها حسب. جميل، رائع جدا، ويعني امتعتونا، والحقيقه انا يعني فخوره ان يبقى في يعني حد بيحافظ على الهويه الثقافيه الخاصه بمصر دي، يعني بجد انا فخوره بحضراتكم. بشكر طبعا ضيوفنا النهارده، الاستاذه سماح خير الدين مؤسس مبادره تراثنا والاجيال، والاستاذ حازم العطار مؤسس مبادره تراثنا والاجيال. بالتوفيق دايما يا رب. شكرا لك. خلصت حلقتنا معاكم النهارده، يا رب تكونوا استمتعتوا، على وعد باللقاء بكم ان شاء الله بكره مع فريق عمل جديد، ودايما مصر جميله.